نزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على إنشاءات هندسية وإزاي نرسم متوازي أضلاع بمعلومية ضلعين وزاوية محصورة ما بينهم. قناة الأستاذ التعليمية ترحب بكم. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب قناة الأستاذ التعليمية والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. لا تنسى أن تعمل لايك للفيديو وتنشر الفيديو على الفيسبوك والأصدقاء. النهاردة هنستخدم الأدوات الهندسية علشان نعرف ازاي نرسم متوازي اضلاع باستخدام ايه؟ باستخدام المسطرة والفرجال والمنقالة. بداية احنا دلوقتي عايز نعمل ايه؟ عايز نرسم متوازي اضلاع. بيقول لي ارسم متوازي اضلاع اللي هو اسمه الف ب ج د الذي فيه الف ب بيساوي 8 سنتي والف د بتساوي 10 سنتي وقياس زاوية الالف بتساوي 70 درجة. طيب بداية تعالى نبدأ مع بعض كده ونشوف اهوت بنعمل ايه؟ بناخد المسطرة ونرسم ألف ب مثلا أو ألف د حسب ما هو طوالي. هنرسم مين؟ نبتدي نرسم إيه دلوقتي؟ نبتدي نرسم مع بعض. طبعا هنا بنظبط الإيه المسطرة نخليها في الوضع الأفقي. هنرسم بقى إيه؟ كام ألف د مثلا طوله كام؟ طوله 10 سنتي. بنرسم ألف د طوله 10 سنتي. اهوت مسطره معانا وبنبتدي نسطر اهوت ونبتدي نعمل خط طوله كام 10 ايه سنتي اهو على المسطره. يبقى انا كده عملنا 10 كام 10 سنتي. طبعا هنا اعطينا 10 20 30 لحد كده فاحنا بنقوله ايه ده يعتبر 1 سنتي وده 2 سنتي وهكذا. طيب بعد كده هنبتدي نعمل ايه؟ نرسم الزاويه. خلاص نعمل زاويه. احنا قلنا ده هنسميه ايه؟ هنسميه الف د. يبقى ده اسمه الف وده ايه؟ وده طوله كام؟ طوله 10 سم اهو. يبقى ده طوله كام هنا؟ طوله 10 ايه؟ 10 سم. طيب بعد ما رسمنا ا ب طوله 10 سم نبتدي نرسم ايه؟ نعمل باستخدام الايه؟ المنقله الزاويه قياسها كام درجه؟ زاويه قياسها ايه؟ الزاويه عندنا يكون قياسها كام درجه؟ برضو نحاول نظبط الايه؟ نظبط ظبطنا المنقله اهوت على الوضع الصفر اهو ونبتدي ايه نعمل زاويه قياسها كام 70 درجه. طيب يعني نقوله هنا نبتدي نقول بقى 10 20 30 40 50 60 70 يبقى نضع صفر اهوت كده نقطه هنا اهوت يبقى انا كده هنعمل الزاويه كام قياسها كام 70 درجه. طيب تعال نشيل المنقله وناخد المسطره تاني ونبتدي نتعامل مع الايه المسطره. طيب يلا المسطره اهي معايا ونلف المسطره اهو ونعمل الزاويه قياسها كام درجه؟ قياسها 70 ايه؟ 70 درجه زي ما احنا قلنا. الزاويه كام؟ قياسها 70 ايه؟ 70 درجه. طيب يلا نبتدي نعمل الزاويه اللي قياسها كام؟ 70 درجه. ادي الزاويه بتاعتنا قياسها كام؟ 70 ايه؟ درجه تقريبا. طيب بعد ما عملنا الزاويه قياسها 70 درجه انا عايز نكمل شكل متوازي الاضلاع. احنا كده عملنا الداله ا ب خلاص عرفناها بكام؟ ب 10 سنتي. طب تعالى نعمل الف الف نعتبر ده الف د. احنا قلنا الف د ده نخلي ده الف مين؟ الف ايه؟ الف د. خلاص يبقى نقوله ده الف مين؟ الف د اللي هو طوله 10 ايه سنتي. طيب عايز نجيب الف ب. تعالى نجيب الف ب. الف ب طوله كام في المساله على طولي؟ بيقول لي 8. طيب يلا نعمل 8 سنتي. 8 سنتي اهي يبقى من ايه؟ بنركز هنا ونعمل ايه؟ 8 سنتي. ادي 8 ايه؟ 8 سنتي. يبقى النقطه دي كده حددها 8 كام؟ 8 سنتي. يبقى هنا في 8 ايه؟ 8 سنتي ونسمي ديت الايه؟ ال ب. يبقى انا دلوقتي عملت ضلعين، الضلع الاولاني ا د ب 10 سنتي والف ب ب 8 كام؟ 8 سنتي. طيب انا دلوقتي مطلوب مني نعمل ايه؟ نكمل شكل متوازي اضلاع. طيب يلا بينا نكمل بقى. احنا قلنا الزاويه دي قياسها كام درجه؟ قياسها 70 ايه؟ درجه. يبقى دي قياسها 70 ايه؟ درجه. طيب تعالى بقى نستخدم الايه؟ المنقال البرجل. دلوقتي لسه ما استخدمناش الايه البرجل. تعال نستخدم الايه البرجل علشان ايه نكمل عمليه الرسم. البرجل اهوت. طيب ركز معايا هنفتح البرجل فتحه كام اهو سن البرجل كام الطول ده اللي هو هيبقى كام عندنا
يبقى عبارة عن كام؟ 10 ايه؟ 10 سنتي. نوسع لحد بنوصل لكام ده؟ كده يعتبر الميزان 10 ايه؟ 10 سنتي. كويس؟ طيب البرجل اهو مفتوح على 10 سنتي، بنيجي جاي هنا اهوت في النقطة دي كده عند نقطة ب، ونيجي راسم القوس. نرسم ايه قوس اهو. طبعا ده 10 سنتي زي ما اتفقنا، بس بينزل لتحت كده اهو. ونرسم كام بقى؟ ال 10 سنتي. يلا نرسم 10 ايه سنتي. طيب بنفس الحكايه برضو نيجي جاي هنا عند نقطه الالف، ونخلي البرجل يلف معانا ونركز، ونعمل الطول ده كام؟ 8 سنتي. خليه ايه ينزل لتحت لحد ما يجي عند نقطه مين؟ نقطه الايه ديت اهو. ده كام هنا؟ كام؟ ايوه يبقى ده بالنسبه لنا عباره عن كام اهو؟ 8 سنتي. طيب وبعدين بنمسك البرجل برضو اهو، ناخد البرجل زي ما اتفقنا، البرجل بناخده ونشيله اهو، ونشيل بقى البرجل بالسن هنا ونركز على نقطه ب خلاص، ونعمل قوس تاني. القوس اهو يلف معانا القوس اهو، بيتقاطعوا مع بعض فين؟ في نقطة، النقطة ديت هنحددها اللي هي تعتبر بالنسبة لنا هتبقى نقطة الجيم. طيب تعالى وصل لي النقطة ديت، أيوه، ونبتدي نرسم أهو، نكمل عملية الإيه؟ الرسم. كمل معايا بقى باستخدام الإيه؟ المسلق الإيه؟ القلم، ونيجي موصل أهو ماشي. طيب طب وبعدين نلف المسطرة معانا مع بعض أهو، ونركز بقى المرة دي فين؟ في النقطة اللي هي النقطة ديت، شايفها معايا؟ ونيجي عامل نازل تحت كده أهو، وجي موصل بالصورة ديت. أصبح الشكل اللي قدامنا دهوت اللي اسمه ألف إيه؟ ألف ب، ونحط هنا نقطة الجيم، يبقى ألف ب ج د متوازية أضلاعها. خلي بالك دي الزاوية كام هنا؟ 70 درجة. والطول ألف ب بكام؟ بألف د طوله 10 سنتي. لو احنا قسنا ألف ب ج هنلاقيه برضو كام؟ هنلاقيه طوله 10 ايه؟ 10 سنتي بنفس الطريقة برضو. تعالى قيس كده هنلاقيه برضو طوله كام؟ 10 ايه؟ 10 ايه؟ 10 سنتي اهي. طيب لو احنا قيسنا برضو الطول ده هنلاقيه كام؟ هنلاقيه 8 8 سنتي اهي، بنفس الطريقة برضو هنلاقيه عبارة عن كام؟ 8 ايه؟ 8 سنتي. كده يبقى احنا رسمنا متوازي الاضلاع المطلوب باستخدام الادوات الهندسيه البرجل والمنقله والفرجال. في نهايه هذه الحلقه اتمنى ان تنال اعجابكم، مع تحيات الاستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في ماده الرياضيات.